فكر ثاقب وله رؤية وله بعد وله نظرة مختلفة في الحوارات مع الفنانين ومع المسؤولين ومع من يلتقي بهم. هدفهم من الحوار ليس الحوار من أجل الحوار، وإنما ليستفيد وليفيد. من عمق جبالة في اتجاه منطقة أنجرة، نقطة انطلاق من طنجة. الآن مرينا حوالي تقريبا 10 كيلومترات في مدخل اتجاه أنجرة في عمق جبالة. كتلاحظوا منطقة جبلية وخلابة، يعني فيها كذلك امتداد طبيعي بعض الدواوير. الآن ما عرفش الدوار هذا اللي وصلنا له، احنا الآن شمن الدوار هذا؟ دوار رمان. إذا هنا راكينا، معنى ان راكينا هنايا بعض الاشجار ديال الرمان وديك الشيء. المنطقه هذه كتبعد حوالي على خميس الحنجره بحوالي 20 كيلومتر تقريبا، ياك على بعيده على، اذا حوالي 20 كيلومتر هنا في اتجاه. الان حنا باش نمشيو لخميس الحنجره، هذا خميس الحنجره كذلك كيبعد ب 20 كيلومتر على مدينه تطوان. هو منطقه جبليه معروفه بالهواء ديالها النقي، يعني بانتشار البساتين والاشجار، وكذلك يعني واحد الفضاء طبيعي. وكنكتشفوا بان المنطقه فيها واحد يعني منتوجات مجاليه، وكذلك منتوجات يعني في الصناعه التقليديه، وكذلك منطقه كتحتوي على واحد موجود فيها واحد السد، يعني نحاولوا نشوفوا من بعد السد المهدي ولا بحال هكذا. نحاولوا نكتشفوا المنطقه. الان وصلنا للدوار، يعني مركز دوار الرمان، مسجد الرمان، مسجد دوار الرمان. كتلاحظوا ها هو مسجد الفرقان بدوار الرمان. هذه المنطقة هذه في الحقيقة منطقة جبلية مزيونة، مطلة على مدينة طنجة. كتشرف من الفوق، يعني هي مشرف، كتشرف على طنجة من الفوق. يمكن لك تبان طنجة، الأضواء ديالها في الليل والأنوار ديالها، يعني وامتداد ديال طنجة كاملة. مدينة كتبان حقيقة، مدينة طنجة مدينة متروبول بالتعداد ديال السكان ديالها الآن اللي كيفوق، يعني تقريبا 3 مليون. دابا راه وصلوا تقريبا ياك 3 مليون. طنجة الآن مدينة متروبول. إذا هذا هو مازال في دوار هذا. انا واحد العرس هنا، عرس البارح شفناه بالليل، كانت عامره الدنيا. كان كتعرفوا ديك القضيه ديال العرس في البوادي، كتكون فيها دوار كبيره، بعض دوار يعني اكبر دوار في منطقه أنجرة، ودوار الرمان فيها اربع حومات، يعني كبارين ديك شي حومات كبارين. شفنا الحومه هذه اللي دابا حنا فيها، حومه يعني دوار باقي في الرمان، اكبر دوار في منطقه أنجرة. مساجد فيها أربعة مساجد. وهذه المنطقة هذه باش معروفة يعني بالإنتاج ديالها، شنو كينتجو من ناحية الإنتاج ديال الفلاحي، شنو كينتجو؟ إنتاج معروفة منطقة من إنتاج البصل، وبالنسبة لل وكذلك ما يسمى بالصبارة، هو حتى هو الهندي. وهذا الهندي معروف طبيعي، يعني أنه كيكون معروف بالحلاوة ديالو، يعني وبالمذاق ديالو، كذلك أنه شفاء، يعني كيعتبروا الناس أنه صحي، كيعالج بعض الأمراض وداك الشيء. ولكن اللي عجبني أنا بصراحة في هذه المنطقة هذه هو يعني أن فيها الجبال، وأن لتحت كاين الوهاد، أو كاين هنايا لتحت، لاحظوا هنايا والفوق تحت، وطنجة من بعيد تطل مدينة طنجة. البارح كان افتتاح ديال مهرجان أنجرة. هذا مهرجان أنجرة اللي هو مهرجان كيحتفي بالتراث، وبالأخص التراث الصوفي، وتقدمت فيه في الافتتاح كرنفال. هذا الكرنفال هذا شاركت فيه فرقة بوريدة، فرقة الحصادة، وكذلك تم تجسيد العرس والعمارية التقليدية اللي كتقضي، يعني كتكون فيها طقوس الزواج المغربي. وكذلك الحفل افتتاح المهرجان كان تقدمت فيه مشاركة عدة فرق فنية كتحتفي بالتراث الفني
المغربي اللي كيهتم بالانشاد الديني وهكذا شاركت الله يرحم البقالي من مدينه شفشاون لفرقه والحضره الشفشاونيه. وكما كتعرفوا ان الحضره العريشيه او الحضره الشفشاونيه معروفه بالطبوع ديالها وال يعني بالتنوع الايقاعات فيها، لانها بالاضافه الى ذلك تم تكريم مجموعه من الشخصيات وهنا يعني جماعه ملوسه وهي جماعه ملوسه هي اللي كتكون فيها طريق السيار كيمر منها طريق السيار كما كتعرفوا، وال هي مدخل الان لمدينه طنجه من ناحيه طريق السيار. يقام فيها مهرجان عين حمراء، مهرجان عين حمراء في شهر شتنبير يقام فيها اكبر مهرجان لجماعه ملوسه في دورته الثانيه. توقعوا اذا في المستقبل اذا كان ممكن نحضروا نغطيوا هذا المهرجان هذا. اذا مازال حنا في اتجاه خميس الانجرة، حقيقه مناظر خلابه، مناظر يعني هناك اشجار دوره نعم دوار الزميج دار بن عجيبه، وهذا بن عجيبه كذلك ضريح بن عجيبه. كتعرفوا هذه العائله ديال بن عجيبه يعني لعبت واحد الدور كبير في منطقه الشمال، يعني من العائلات العريقه اللي ساهمت سواء في التعليم او في الثقافه ديال المنطقه. هنا عندنا الاشجار اللي معروفه هذه الاشجار، هذا هي اشجار الفلين ياك؟ اشجار أشجار تيدا، أشجار تيدا، أشجار بينيا، يعني بحال اللي كاينه في الغابة ديال العريش يعني. الجبليات يعني يستضيف لنا بأشجار بينيا وعلى مقربة من جماعة يعني احنا في اتجاه جماعة. قلنا بافتتاح مهرجان عرف حضور كبير يعني لساكنة المدينة التي تحتضن فعاليات هذا المهرجان منذ انطلاقته، والآن احنا في النسخة الثانية. السكان يعني حتى لآخر لحظة في هذا المهرجان، كذلك افتتحه المسؤولون يعني بجماعة فحص أنجرة بحضور ممثل السلطة الإقليمية وهو باشا مدينة يعني رئيس دائرة وكذلك حضور منتخبين، حضور فعاليات مدنية وجمعوية. احنا مازال احنا في دوار الزميج دار عجيبة معروف، دار عجيبة يعني دار بن عجيبة. بالاضافه الى هذيك الاشجار اللي كاينه تما، شمن نوع الاشجار اللي كاينه تما؟ هذه السيده اشجار التيدا، وهذه الاشجار التيدا كنلاحظوا بانها خضراء يعني اشجار هنا خضراء، كتلاحظ اللون ديالها اخضر بزاف. كاين شي عين هنايا في هاد البلاصه؟ البارح شربنا فين؟ عين التين. عين شنو هذا دابا؟ عين فرافل. عين التين؟ عين التين. عين فرافل. عين التين يا عين التين. التين يعني واش موجود هنا شي اشجار الكرموس ولا؟ لا والله ما عرفتش. يعني مسموع اشجار التين لان كنعرفوا التين هو شجر يعني كرموس اللي معروف، شجر لو فيغ يعني شجر التين هو لو فيغ يعني معروف الكرموس يعني. وهذا ضريح دار عجيب بن عجيبه ياك بن عجيبه؟ ضريح بن عجيبه. هو ماشي ومعروفه المنطقه الشماليه معروفه بالضريح ديالها لان كانت هنا يعني متصوفه ولا هذا دليل بان المهرجان يحتفي بهذا يعني بالتراث الصوفي. هذا ضريح من الاضرحه الموجوده المتواجده بالجماعه معروفه التراث الصوفي والجبليات على قارعه الطريق في عرض منتجاتهن الفلاحيه. ضريح بن عجيبه كيبان هذا الضريح، هذا كبير بزاف هذا الضريح، كيبان اكبر ضريح موجود في الجامعه هو هذا ياك بلا شك، ضريح كبير ياك
اكبر ضريح في الجماعه، اكبر ضريح متواجد بالجماعه. وعلى الطريق موجوده يعني هنا ماوى، ماوى الزلي زميج، ويعني يعني الدوار ديال الزميج ماوى، هذا ماوى، هذه المأوى هذه تسمى احدى المأوى، غالبا كيكون اوبرج، يعني اوبرج هو الاستقبال، يعني تخييم، يعني يكون فيه تخييم، كيبان بان هناك اهتمام بتثمين يعني كذلك التراث الطبيعي. ما عرفنيش يعني شنو حتى هو تبع الضاري حد ان خرجنا من دوار الزميج في الاتجاه جماعه اتجاه جماعة خميس أنجرة. أن شحال باقي ديال المسافة من هنا باش نوصل لأنجرة؟ شحال باقي تقريبا؟ يعني باقي لنا حوالي 10 ديال الكيلومتر باش نوصل للجماعة. وكتلاحظوا هاد حقيقة مناظر طبيعية خلابة، لأن مناطق جبلية شبيهة في الحقيقة بالأطلس المتوسط، وهذه المنطقة راه هي مقدمة جبال الريف. الريف معروف بال يعني بالجبال الشاهقة ديالو، هناك هضاب ومنحدرات وكذلك سفوح ديال الجبل. وعلى ما يبدو ان هذه المناطق منطقه يعني مازالت خاليه من السكان، فيها هذه عين التين، هذه عين التين ها هي، هذه معروفه كيقولوا السكان المنطقه انها كتعالج من قصور الكلاوي، يعني كتعالج من قصور الكلاوي المياه ديالها. شربوا ما كرهناش نشربوا، نصوروا شويه، نصوروا وقف